تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموه بمناسبة الذكرى 22 لإقرار ميثاق العمل الوطني. وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في برقيته أن ميثاق العمل الوطني يأتي تكريسا للرؤية النيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لبناء مستقبل على أساس أو على أسس من الثوابت الوطنية والتطوير في مملكة البحرين، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعونه وتوفيقه ويديم عليه أو على مملكة البحرين الرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم أيده الله.